هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله للخدم أو العمال الذين عنده؟ والجواب نعم، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم، أو عليهم ديون راتبهم لا يمكن قضاء الدين منه وما أشبه ذلك. المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم، وإن كانوا عمالا أو خدما عنده